ملف الحريات، قانون التظاهر منع الطلاب من ممارسة العمل السياسي داخل الجامعات أو الانضمام تحديدا إلى الأحزاب داخل الجامعة منعا لنوع من العنف أو التراشق ما بين الآراء المختلفة تتحول إلى مشاجرات. فكرة الحريات المختلفة والعدالة الاجتماعية وتمكين الشباب في هذه المرحلة من تاريخ الوطن، كل هذه الأمور مؤسسة الأهرام الصحفية بتعقد عدد من النقاشات ربما مع عدد من الشباب لمعرفة آرائهم وطرح أيضا أفكارهم المختلفة. أرحب بضيفي الكريم في هذا اللقاء والحوار، الكاتب الصحفي الأستاذ نبيل زكي والمتحدث الرسمي باسم حزب التجمع. برحب بحضرتك يا أستاذ. أهلا بك أستاذ نبيل. هذا الاجتماع سمعنا أنه كان اجتماع مغلق، يعني أو مثل هذه الاجتماعات طبقا للمعلومات المتوفرة عندنا، ولكن ده كان مفتوح، اجتماع مفتوح. أي اجتماع؟ الذي دعت إليه مؤسسة الأهرام. لا، هو ده اجتماع تحضيري للمؤتمر، هيبقى يدعى إليه شباب يمثلوا عدة جهات، عدة هيئات، عدة أحزاب. يعني ده لا مجرد تمهيد. كان مغلق. طب أصل هو أنا متعرف حضرتك بيعمل أسئلة بتثور، يعني هل كان هناك ما يخشى من تسريبه مثلا أو؟ أنا ما أعتقدش. يعني هي الهدف من هذا اللقاء واضح، إنه تمكين الشباب، إن الشباب يجب إنه ينخرط في العمل الوطني، يجب أن يشارك في الانتخابات البرلمانية بأنه يرشح نفسه مش بس ينتخب، بحيث يتقدم الصفوف، بحيث يبقى عندنا كوادر من الشباب تتولى المسؤولية في عدة مواقع، سواء مواقع سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية. عظيم. ده الهدف. أنا بس في تقديري إن هنا إحنا في حاجة إلى دور للشباب، ليس لمجرد أنه شباب، إحنا عايزين الشباب الأكفاء المتميزين اللي عندهم قدرات، ودول موجودين. يعني كيف نكتشف المواهب بين هؤلاء الشبان؟ يعني أنا بشوف مثلا في دول أخرى زي الولايات المتحدة الأمريكية، شاب لم يصل إلى سن 30 يكلمك في أعقد المسائل التكنولوجية والإلكترونية والمعلوماتية والمتعلقة بالاتصالات، شيء يفرح. يعني أنا نفسي يبقى عندنا كده، زائد يبقى عندنا شباب عنده خبرة سياسية، عارف تاريخ بلده كويس، هضمه، استوعبه، التجارب السياسية، التجارب الدستورية اللي مرت بها، التجارب البرلمانية اللي مرت بها بلده، ده مطلوب. يعني احنا عايزين شباب يقود، حتى لو تطلب الامر تأهيل. انت حضرتك بتتكلم عن النوعية اللي بتطلبوها انها ترشح نفسها، مش كده؟ بالضبط. مش انها تشارك مجرد انها تنتخب يعني. بالضبط. والدليل على ذلك انه يعني في اهتمام النهاردة في عدة احزاب بتقديم كشوف مرشحين تشمل شباب، لكن هي النقطة الأساسية زي ما بقول لحضرتك، سواء قوائم أو فردي. سواء قوائم أو فردي، النقطة الأساسية هي إنك إزاي تكتشف هم فين أصحاب القدرات المؤهلين أو اللي عندهم استعداد للتأهل السريع. طب يعني مثل هذا الأمر بيحتاج إلى سنين، ما لم تنجزه الدولة في سنين في اكتشاف هذه المواهب وإعطائها فرصة للتواجد والمشاركة في الحياة السياسية، الأحزاب والقوى السياسية المختلفة ومؤسسات صحفية زي الأهرام وغيرها، من الممكن أن تنجز مثل هذا الأمر في شهور قليلة قبل الانتخابات البرلمانية؟ شوف، أنا أقول لك إحنا بنراهن على إيه في هذا الموضوع. قبل 25 يناير 2011 يعني كان عدد كبير من الشباب يعني مهتم بمباريات الكرة، يعني الأغاني اللي بتطلع دي في التلفزيون أو في الإذاعة. لكن الجديد واللي احنا بنراهن عليه انه بعد ثورة 25 يناير وبعد ثورة 30 يونيو زاد الوعي السياسي لدى المواطنين زيادة هائلة، وبالتحديد في وسط الشباب، بحيث انت لما تقعد دلوقتي مع اي شبان تلاقيهم بيتكلموا في الشأن العام، هموم الوطن، مستقبل البلد، القضايا المطروحة. الأحداث فرضت نفسها بالضبط.
لتخريج عقول يمكن جديدة أو تعبر عن نفسها بشكل مختلف. وده بيعمل نوع من إيه في البلد ككل أو في المجتمع ككل، نوع من المدرسة السياسية اللي بتعجل أو بتسرع عملية تأهيل الشباب للقيادة. أستاذ نبيل، الاجتماع ده كان مفروض على أساسه أن احنا نناقش فيه أو من المقرر مناقشة قانون التظاهر أو بعض التعديلات اللي بيدرسها مجلس الوزراء على قانون التظاهر. يعني أنا في تقديري أن في كلام كتير مغالى فيه، ويعني في تضخيم في موضوع قانون التظاهر بسبب بسيط، أن احنا بعد فترة زمنية قصيرة هيكون عندنا برلمان إن شاء الله. مفروض طيب. إن شاء الله البرلمان من حقه يعدل قانون التظاهر أو يلغيه حتى ويعمل قانون جديد خالص، إيه المشكلة؟ يعني هل إحنا يعني مشكلتنا إن لازم من الآن حتى تشكيل البرلمان القادم لازم نتظاهر؟ طب ما إحنا بقالنا 3 سنين نتظاهر يعني في مغالاة شوية. هو في اعتراد على بعض المواد خصوصا هي في مادة بالحبس، مادة أي مادة أساسية موضع جدل، وإحنا تحفظنا عليها اللي هي ايه؟ ان ممكن وزاره الداخليه تعترض على المظاهره ويبقى قرارها يعني نهائي. احنا بنقول لا، لازم يعرض على جهه قضائيه وهي اللي تقول هل الاعتراض في موضعه ام ليس في موضعه. يعني يبقى في حكم هنا السلطه القضائيه. نمره 2، ما ينفعش انك انت تطلب التصريح بمظاهره قبلها بثلاث ايام او اسبوع، يكفي 48 ساعه. يعني زائد العقوبات 48 ساعة مغلظة. نبيل، هتلحق ان حتى لو الداخلية رفضت نعرضه على القضاء والقضاء يحكم في 48 ساعة كل ده؟ إذا رفضت هنا يبقى في حاجة اسمها دائرة، في دوائر اللي هي دوائر خاصة خاصة يعني تحكم بسرعة، يعني تبت في الموضوع في ساعات، هو ده المطلوب. أنا في تقدير أيضا من ضمن التحفظات إن في عقوبات مشددة منها الحبس، يعني يكفي الغرامة مثلا، يعني أشياء من هذا القبيل. لكن أنا برضو أرجع أقول لك إنه الكلام عن موضوع قانون التظاهر في مغالاة ومبالغة لسبب بسيط بكرره، إنه في برلمان جاي من حقه يلغي يعدل زي ما هو. فاحنا يعني مش مزنوين في اليومين الجايين عايزين نتظاهر، ولو ما تظاهرناش الدنيا هتخرب يعني. طيب. مش هيحصل، ده مش ده الواقع. وصلا بما اشرت اليه حضرتك من ضروره الاهتمام بالشباب والبحث عن الشباب صاحب الكفاءه، الشباب الاكفاء للترشح لانتخابات مجلس الشعب القادمه او انتخابات البرلمان القادم، وصلا بهذا الموضوع قانون يعني ممارسه الحياه السياسيه او الحقوق السياسيه او قانون الانتخاب تحديدا. وهنا مسألة كثيرة جدا لعلها تثار حتى هذه اللحظة حتى بعد إقرار القانون. البعض يرى أنه الانتخاب بالنظام القائمة هو الأمثل والأنسب لهذه المرحلة، وهدي فرصة أفضل لمن تبحثون عنه من الشباب الأكفاء للدخول للبرلمان. وأصحاب وجهة نظر هذه يرون أنه مجرد فكرة القائمة أو الاقتراب من القائمة ده في ما يشبه قبلة الحياة لفلول النظامين السابقين سواء الإخوان أو نظام مبارك. فهل هنا مؤسسة الرئاسة معنية بشكل سريع يعني تعديل قانون الانتخاب بحيث أنه تجعله يعني يتم على نظام القائمة ونتجاهل تماما فكرة النظام الفردي؟ أنا حسب معلوماتي وأعتقد أن أنا قد لا أكون مخطئا، ما فيش تعديل في القانون. طب رأي حضرتك في الطرح ده اللي بيتقال؟ نيجي للطرح ده نفسه. شوف، عشان نبقى صرحاء وموضوعيين، النظام الفردي له مزايا وله عيوب، نظام القائمة له مزايا وله عيوب. نيجي بقى للانتخابات البرلمانية القادمة وإيه الأصلح لها. أنا بقول، وأنا كنت في وقت سابق من أنصار نظام القائمة، نعم، أنا بقول إحنا محتاجين في هذه الانتخابات القادمة بالتحديد للنظام الفردي. ليه؟ إلقي نظرة حواليك في المنطقة تجد الإرهاب، التطرف الديني الأعمى الذي يقود إلى الإرهاب، دول بتنهار، العراق بيتصدع وينهار، سوريا نفس الشيء، ليبيا، الصومال، اليمن إلى آخره، ماشي؟ تمام. فأنا عندي خطر مباشر اسمه هؤلاء الذين يريدون دولة غير مدنية ويتاجرون بالدين، ده الخطر المباشر لأنه هيقود إلى إسقاط الدولة وتفكيك الجيش
كما حدث في الدول اللي أنا ذكرت لك أسمها. أنا عايز دوائر انتخابية صغيرة. ليه؟ تبقى أسهل عشان على المرشح وأسهل على الناخب. لا مش بس يا أستاذة، الناخب يبقى عارف المرشحين، ده جاي منين وأصله إيه، تاريخه إيه، تكشف الإقناع، يبقوا معروفين إيه؟ الله ينور عليك. مواقفه إيه، آراءه إيه، بيبقى حافظينها. لو الدايرة الانتخابية صغيرة مش تقريبا محافظة بحالها، ما حدش بيعرف حد. هنا الأنسب النظام الفردي في الكلام ده، لأنه هيبقى الناخبين عارفين المرشحين ويبقى الاختيار على أساس سليم. بينما في نظام القائمة هنا بقى لو طبق، هيجي رئيس أحد الأحزاب يضع على رأس القائمة شخصية محبوبة شعبية، ماشي، هيشيل القائمة بقى من وجهة نظره هو ده الاسم اللي هيشيل القائمة. بس نمرة اثنين ونمرة ثلاثة مجهولين، متنكرين، مش او لابسين توب مش توب ومش واضحين، هيدخلوا على حس نمرة واحد او تحت غطاء نمرة واحد. أيوة. دخل. فاذا كان في النظام الفردي عيب اللي هو اهدار الاصوات، في النظام القائمة فيه عيب اهدار المقاعد نفسها، لان ممكن اثنين تانيين يدخلوا تحت غطاء نمرة واحد اللي هو له شعبية، وعادة الناس هتختار القائمة دي عشان نمرة واحد. دخلوا الاثنين وثلاثة ويمكن أربعة، نمرة اثنين. عيب نظام القائمة في الحالة دي، انت عارف دلوقتي احنا عندنا حوالي 90 حزب، ماشي، لا أستطيع وأنا عضو في حزب أن أدعي أن الناخب درس برامج الأحزاب ويستطيع المقارنة بينها والتمييز بينها، بحيث لما يجي يختار قائمة حزب يبقى عارف برنامجه ايه. لسه دي عايزه فتره زمنيه اخرى، ممكن يكون في الانتخابات البرلمانيه اللي بعد اللي جايه، ممكن. طب اللي بعد دي يبقى بناء على كلام حضرتك، شئنا ام ابينا تبقى قواعد لعبه الانتخابات حتى هذه اللحظه القواعد الحاسمه فكره المال والنفوذ والعصبيه او العائلات. فهنا مره ثانيه برجع لنقطه البدء، انت ازاي حضرتك عايز تدفع بوجوه جديده بتأمل فيها خيرا وشايف انهم شباب ان شاء الله هيشيلوا البلد في المرحله القادمه للانتخابات، اصول المنافسه فيها محسومه باللي انا قلته دلوقتي، فكره العصبيه والقبليه والمال لا عايز اقول لحضرتك حاجه، العصبيه والمال موجودين حتى في نظام القائم، لانه ممكن تحط عصبيات في القوائم والرشاوى الانتخابيه في الحالتين. لكن نيجي بقى للشباب، هنا بقى انا تصوري انك تستطيع ان تدفع بشباب الى عضويه البرلمان لو عملت اوسع تحالف وطني، ودي بقى النقطه الجوهريه في القصه كلها. ازاي؟ الرئيس السيسي كان اتكلم عن يا جماعه وحده الصف الوطني، طبعا الظروف تحتم هذا في المنطقه وفي داخل مصر. المفروض ان احنا نعلي المسؤوليه الوطنيه على حتى المصالح الحزبيه الضيقه. انا ده فاهم، وانا بقول لك ده برضو انا عضو في حزب. يعني ايه تحالف وطني واسع؟ جميع القوى السياسيه، جميع الاحزاب التي تناصر الدوله المدنيه الديمقراطيه الحديثه تأتلف تتحالف. على مدار الشهور البسيطه اللي مضت استاذ نبيل، كل من كان له طموح زي حضرتك في هذا الموضوع على ارض الواقع النتائج فشل ذريع. يعني لا هي موجوده بس هي مش معروفه قوي عند القاعده الشعبيه الكبيره في الشارع. مش فشل ذريع، لا صعب. في تحالفات فعلا موجوده لكن مش واصله قوي للناس بالصوره الكامله. انا هقول لحضرتك، هو مش فشل ذريع ليه؟ في خطوات ايجابيه تمت. انت بحضرتك اديني اسم تحالف كده جمع اليمين واليسار والوسط في تحالف. ده المطلوب. هقول لك ليه؟ حضرتك سمي لي تحالف موجودين دلوقتي، احنا هنروح على 4 و5. هسمي لك دلوقتي. بس عايز اقول لك تجربه الشعوب الاخرى، لان لازم احنا مش في جزيره منعزله ونتعلم من دروس التاريخ. لما ظهر خطر الفاشيه في اوروبا في اول الثلاثينات حصل ايه؟ الاحزاب عملت ايه؟ اقصى اليسار تحالف مع اقصى اليمين، الملكيين الشيوعيين تحالفوا مع الملكيين. تصور دي ليه؟ لان في خطر اكبر داهم يهدد اوروبا اسمه النازيه والفاشيه. انت النهارده بتواجه نفس الموقف، لانك في قوه تريد اسقاط الدول، تفكيكها،
تحويل الدول العربية إلى كيانات طائفية مذهبية ضعيفة هشة متناحرة متصارعة. نعم. الدليل هو قدامنا في الساحة العربية الآن. اليقين ده واصل عند الأحزاب يا أستاذ نبيل؟ الدليل على إن أنا اختلفت مع الأستاذ في حكاية الفشل الذريع. في خطوات إيجابية تانية. هسمي لك بقى. لما يتشكل تحالف من حوالي ائتلاف آسف من حوالي 7-8 أحزاب اسمه ائتلاف الجبهة المصرية. لما يتشكل تحالف الوفد المصري. أيوه. وبعدين يلتقي القادة دول والقادة دول ويتفقوا على التنسيق أو بحث إمكانية وضع أو إيجاد آليات للتنسيق بينهما. أليست هذه خطوة إيجابية في وسط اليأس أو الإحباط اللي كان موجود؟ وهيتم فيها إعلاء المصلحة العامة لآخر الطريق؟ أنا ده أتمناه وخصوصاً أنا شاركت في هذه اللقاءات بنفسي، حضرت قيادة ائتلاف الجبهة المصرية واجتماع مع رئيس حزب الوفد وبحضور السيد عمرو موسى، وهو تبنى نفس الفكرة اللي أنا بقولها لحضرتك حضراتكم. قال أنا عايز أوسع ائتلاف، ورفضنا فكرة كانت طرحت كده من أحدهم تأجيل الانتخابات، رفضناها بالإجماع. وهذا ما أكده رفضتها الرئيس السيسي. رفضتوها لأنكم حسيتوا أن هي هتكون سلبية على بالزبط. على الخط السياسي، ولا يوجد أي مبرر قوي أو منطقي. طيب للتأجيل وصلا بهذا الموضوع، ولكنه المسألة قد تبدو على الهامش، ولكن أنا ربما بشكل أو آخر مرتبطة به. هناك من يرى أن هناك حرب خفية بتدور ما بين مؤسسة الرئاسة أو شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي ورموز الفساد في نظام مبارك، أصحاب النفوذ والمال ومهيمنين على أمور كثيرة من مقدرات الاقتصاد. هذا الصراع الخفي، أصحاب هذا النفوذ والذين أثروا في عهد مبارك، ويعني حضرتك عارف أنا أقصد مين، يسعون للهيمنة على البرلمان بأي شكل من الأشكال، يريدون أن يحتووا الرجل، يعني يطوعونه. فالمسألة مش هتكون بهذا القدر من السهولة واليسر، وربما يعني هؤلاء الذين نشير إليهم يأتون بأقنعة نحن سندنا السيسي، نحن كنا واقفين جنب السيسي في الانتخابات وما شابه. حضرتك شايف المسألة إزاي؟ هل فعلا هذه الحرب قائمة حتى وإن لم تظهر عن العلن، ولا حضرتك شايف؟ صحيح. تفضل. ليست قائمة. أقول لك ليه. نمرة واحد، إما أن نؤمن بالديمقراطية أو ندعو للديكتاتورية. إذا كنا مع الديمقراطية يبقى نثق في حكم الشعب. أذكرك بأن حتى في الانتخابات الأخيرة في رموز من اللي حضرتك بتتكلم عنهم نزلوا ترشحوا وسقطوا. أنا أثق في حكم الشعب، وأثق في أن المواطن المصري الآن أصبح قادراً على التمييز بوضوح بين الفاسدين وغير الفاسدين، بين من يقف معه ومن يقف ضده وضد مصالحه. أنا آسف معلش هقطعك، يعني ما ترهنش على الشعب المصري وتسيبه فريسة للمال والنفوذ. ما هو يعني أنت بتراهن على وعي وما شابه، لكنه ما زال حتى الآن محطوط تحت ضغوط اقتصادية جمة وظروف صعبة، وربما يعني تركه كده لقراره أو حسه بما يجري مسألة فيها مغامرة. لم يعد في الإمكان رشوة الناخب المصري بالمال أو بالزيت والسكر والكلام والسلعة. نعم. انتهى هذا، وطويت صفحة من هذا النوع إلى الأبد. أنا بكلمك عن تجربة. أنا أيام الاستفتاء على الدستور لفيت في عدة محافظات، يمكن 12 محافظة. أيام انتخابات الرئاسة لفيت في عدة محافظات. روح الريف المصري سوف تثق أكثر وأكثر في الشعب المصري. المصريون حتى الأميين بالفطرة السياسية بالذكاء المصري التاريخي عارفين هم عايزين إيه وهيعملوا اللي هم عايزينه، وعارفين مين اللي معاهم ومين اللي ضدهم. ولن يشترى ناخب مصري بالمال بعد الآن. احنا وعايز أقول لك حاجة، بنراهن على الوعي. طيب بس تجربة المصريين من غير أحاديثك سواء مع العهد السابق أو مع الإخوان كنز ثمين لدى كل مصري تعلم منه الدروس المريرة التي تجعله يعرف كيف يختار في المرة القادمة. أستاذ نبيل، احنا مش عايزين ننهي الحوار مع حضرتك من غير ما نتحدث عن الجامعات المصرية والقرار بعدم ممارسة السياسة داخل أروقة الجامعات المختلفة أو الانضمام للأحزاب. حضرتك شايف الخطوة دي إزاي؟ وهل من فعلا
من حق حد ان هو يمنع ممارسه السياسه داخل الجامعه ادام ما فيهاش ضرر او فيها اختلاف؟ على الاطلاق انا مختلف مع هذا القرار ومع تصريحات وزير التعليم. ليه؟ الجيل بتاعنا اتعلم الوطنيه في المدرسه، وبعدين انا اخشى ان يفسر العمل الوطني على انه عمل سياسي بين قوسين. يعني الكلام ده، انا افرض عايز اعمل مؤتمر او ندوه في كليه من الكليات عن الارهاب وخطر الارهاب، ده ايه؟ بتسميه سياسه ولا عمل وطني ولا ايه بالظبط؟ انا رايي بلاش. هقول لحضرتك حاجه، عيد الطلبة العالمي في العالم كله معمول ازاي؟ بسبب اضراب المصريين في فبراير 46 وحركة الطلاب المصريين. هذه الحركة عملت عيد عالمي اسمه عيد الطلبة في العالمي. انا رأيي انه هذا الكلام كلام مش سليم، وانه اخشى الخلط بين العمل الوطني والعمل السياسي. يعني انا افهم انه ايه؟ يبقى في رفض لفكره التحزب بمعنى التعصب. وطبعا قبل كل ده رفض لاي عنف، مش عايزه نقاش او اي محاوله للتعدي على راي الاخر او عدم تقبل الراي الاخر بروح السماحه والديمقراطيه، ده انا معاه تمام. لكن يعني ايه امن على العمل السياسي؟ أنا بدرسهم تاريخ مصر كله سياسة، بدرس ثورة 19 المفروض، ولازم يكون سياسة. في مقارنات ومتشابهات مع الواقع اللي احنا عايشين، يعني دايما التاريخ بيبقى ده. أنا أشجع الربط. الطالب على إنه يعرف كل التجارب السياسية اللي مرت بها مصر. دستور 23، المؤامرة ضده، دستور 30 ومحاولة فرض دستور على الشعب المصري، إزاي الشعب المصري يقاوم ده؟ طب ما هو ده ممكن تسميه سياسة. أنا بسميه عمل وطني، و إن أنا بعلم الطالب أو بعمق عنده الشعور بالانتماء لهذا الوطن. إزاي أعمق الشعور بالانتماء لهذا بناء الوطن؟ بناء وتدريب، لكن إزاي تتحقق المعادلة؟ يعني هو ربما القرار نابع من التخوف من أعمال العنف في الجامعة زي السنة اللي فاتت. أي خطوة تتخذ ضد أعمال العنف كلنا معها، وما فيش عاقل مش معها. وإذا قالوا الطالب اللي هيستخدم العنف يفصل أنا موافق، لكن ما أقدرش أقول أمنع الطلبة من التفكير في العمل في السياسة. بالعكس، أنا عايز أعد. لسه كنا بنتكلم في المشاركة السياسية بتاع الشباب، ما دي لازم تبدأ من الفترة الطلابية. بأعد جيل قادة يمسكوا البلد ويقودوا البلد. ولكن لا يشفع لصاحب هذا القرار خصوصية اللحظة اللي بتعيشها مصر وأن الظروف ملتبسة، يعني حتى ولو إلى حين المسألة تتجمد، حتى خصوصية اللحظة تحتم التوعية والتنوير، ولا يمكن تعمل توعية وتنوير من غير سياسة. يعني أنا لازم أحكي له إيه تجارب مصر السياسية، إيه الدروس اللي خرجنا بيها من تاريخ هذا البلد من أيام الفراعنة لحد دلوقتي مرورا من جميع المراحل. أنا يعني اسمح لي أقول لك إن أنا برا في دول أجنبية اكتشفت إن في تلامذة أطفال كده يعني 8 سنين يعرفوا عن تاريخ الحضارة المصرية أكثر من طلبة مصريين. هذه فضيحة. أنا عايز المصري يعتز بمصريته، يعتز بتاريخ بلده بتراثه بالكفاح الوطني المرير بالتضحيات بتاع الشباب. أنا عايز الطلبة يعرفوا ليه في شاب طالب في كلية الآداب اسمه عبد الحكم الجراحي استشهد في كوبري مذبحة كوبري عباس إلى آخره. ده جزء من تاريخي الوطني المشرف اللي اعتز بيه وقدمه للطلبة، وبالتالي هو بنائي كمان. يعني هو مش تاريخي لمجرد ان انا بعرفه بس وهكتبه. بالعكس، عايز اقول لحضراتكم حاجه، انا بالطريقه دي بحارب العنف. احنا سعدنا بوجود حضرتك، وعارفين حضرتك ان شاء الله مسافر بكره نيويورك ل يعني متابعه الفعاليات ان شاء الله. شكرا. الاهم الحاجات اللي حضرتك تشارك فيها ان شاء الله في نيويورك، يعني نشاطات حضرتك هناك هتكون ايه؟ اهم حاجه هنلتقي بمفكرين صناع قرار سواء من الكونغرس أو غيره. أيضا سوف نتحدى أي محاولة للتشويش على زيارة الرئيس السيسي إن شاء الله. وفي تم حجز أماكن ومواقع هامة أمام الأمم المتحدة وغيرها، وفي نداء للمصريين هناك، وهتشوفوا أن حشود المصريين المؤيدة
لثورتي 25 يونيو و30 يونيو أقوى بمراحل من التجمعات الصغيرة المأجورة للجماعة الإرهابية، وها يشهد الرأي العام العالمي على هذا. وأيضا هيبقى في خطاب، أنا أتوقع أن خطاب رئيس السيسي هيكون موجه للعالم وحافل بالدروس إن شاء الله، وأيضا تذكرة الآخرين بأخطائهم مهم في حق جدا هذا البلد. ويمكن أول درس هيدرس ما فعلوه في قناة السويس الجديدة، مهم جدا. وحضرتك يعني أستاذ كبير في مجال الإعلام، فكرة التواصل مع الإعلام الغربي في هذه الأثناء. أشكرك شكرا جزيلا كاتب الصحفي الكبير الأستاذ نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع، شكرا جزيلا. شكرا، شرفتنا يا أستاذ نبيل. شكر موصول لكم في هذه المتابعة من القاهرة، لكن متابعة قناة النيل للأخبار دائما مستمرة معكم على مدار الساعة. أشكركم مشاهدينا وإلى اللقاء.